أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة منتصف الليل والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والصناعي، ويكشف عن الشروع في تصنيع وتسويق السيارات السياحية من علامة فيات شهر مارس المقبل. وبين الجزائر وإيطاليا ارتفاع حجم المبادلات التجارية واتفاقيات شراكة استراتيجية مثمرة، وفي الذكرى 20 للإمضاء على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التوقيع على إعلان مشترك بين البلدين. استشهاد طاقم مروحية عسكرية إثر مهمة تدريبية مبرمجة بعين الدفلة. ورئيس الجمهورية يعزي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وعائلات شهداء الواجب الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرع في زيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. بداية، خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. مراسم الاستقبال استهلت بتحية ضيفة الجزائر للعالم الوطني. لتستعرض بعد ذلك تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لها التحية الشرفية. قبل أن يصافح السيد الرئيس رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ويأخذ معها صورة أمام الصحافة الوطنية والأجنبية. ليصافح بعد ذلك رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي الوفد الجزائري والإيطالي. وبمقر رئاسة الجمهورية أجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية. لتتوسع المحادثات بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين. ولدى إشرافهما على مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون وقع السيد الرئيس رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى 20 لإمضاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر وإيطاليا. إعلان مشترك بمناسبة الذكرى 20 للإمضاء على معاهدة الصداقة حسن الجوار والتعاون الموقعون. عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الجانب الإيطالي السيدة جورجا ميلوني رئيس مجلس الوزراء لجمهورية إيطاليا.
السيد الرئيس أشرف رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على مراسم التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا في العديد من المجالات. مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية العامة للصناعة الإيطالية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد كمال مولا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كوريا، عن الجانب الإيطالي السيد كارلو بونومي رئيس الكونفدرالية العامة للصناعة الإيطالية كونفيندوستريا. مذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقوي المستدام. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد توفيق حكار رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، عن الجانب الإيطالي السيد كلاوديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني. مذكرة تفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز، التثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، عن الجانب الإيطالي السيد كلاوديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عز الدين أصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية آزال، عن الجانب الإيطالي السيد جورجو ساكوتشا رئيس الوكالة الفضائية الإيطالية أزي. هذا وعقد السيد الرئيس رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ندوة صحفية مشتركة استعرض خلالها العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها، إضافة إلى العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السيد الرئيس جدد حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والصناعي. ويجدر في البداية أن أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة خاصة في السنتين الأخيرتين لتعزيز شراكة بين البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار سنة 2022 بعدما كان حجمها 8 ملايير دولار في سنة 2021. جددت للسيدة ميلوني حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممول موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا الأمر بالنسبة للاستثمار الصناعي بإيطاليا في الجزائر. رئيس الجمهورية نوه بالأنموذج الاقتصادي الإيطالي المنتهج، مؤكدا العمل على جعل إيطاليا محطة توزيع طاقوي في أوروبا. كما أعلن سيد الرئيس رئيس الجمهورية الشروع في تصنيع وتسويق السيارات السياحية من علامة فيات شهر مارس المقبل. بالنسبة كذلك الميكانيك والتركيب في انتظار التصنيع ميكانيكي، عندنا شركة فيات اللي بدات يعني في فتح الورشات نتاعها، وعن قريب جدا في شهر مارس يبدو التصنيع نتاع السيارات وتسويق نتاع سيارة فيات الكهربائية وغيرها. بالنسبة إلى كذلك الدراجات النارية، باش ننطلق كذلك في إنتاج دراجات نارية فيسبا
في قلمة مع بعض في مصنع الجزائري في قلمة، ونمر إن شاء الله مراحل أخرى. وهذا من الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، شبكات الربط الطاقوي من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية مشروع الأنبوب الخاص الجديد الناقل للطاقة بين الجزائر وإيطاليا، مؤكدا الحرص على تجسيد المشروع في أقرب الآجال. مدة التنفيذ أتركها للتقنيين، أعتقد أنها ستكون قصيرة، ولكن الأنبوب في حد ذاته اتفقنا عليه ومضينا الاتفاق اليوم على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز في أنبوب يكون أنبوب خاص، ما هوش أنبوب مثل الأنبوب الموجود حاليا، لأنه أنبوب سيضم أولا الغاز، ثانيا هيدروجين، الأمونياك، وحتى الكهرباء. إذن مشروع هام جدا يجعل من إيطاليا يعني موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا لإيطاليا بحد ذاتها ثم مع أوروبا. رئيس الجمهورية أبرز توافق الرؤى بخصوص عديد القضايا الإقليمية والدولية، حيث نوه بالموقف الإيطالي الداعي لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية بما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، ونوه بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية في إطار ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وبما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. ومن هذا المنطلق فقد تم الاتفاق على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ديمستورا والبعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية. من جهتها أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني استعداد الشركات الإيطالية للاستثمار في الجزائر، مرحبة بجميع التسهيلات المقدمة من قبل الجزائر. أعتقد أنها مبادرة مهمة جدا. الحكومة الجزائرية والرئاسة الجزائرية يقومان بعمل رائع أيضا من أجل تسهيل المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نرحب ترحيبا كبيرا بكل مبادرات ترمي إلى تسهيل وتحقيق المزيد من الاستقرار في هذا المجال. هناك العديد من الشركات الإيطالية الجاهزة والتي ترغب في الاستثمار في هذا البلد الهام، مع هذا الشريك الاستراتيجي الهام. بالطبع نحن مسرورون جدا لأن الحكومة تقوم بهذه الخطوات هامة إلى الأمام، لأن هذا الأمر سيزيد من حجم الاستثمارات من طرف إيطاليا، وأيضا ليس فقط من جانب إيطاليا، من جانب بلدان أخرى. كما أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي أن الجزائر شريك بالغ الأهمية في المنطقة، مما يساهم في بناء جذور للتعاون بين الضفتين الجنوبية والشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط. فيما يتعلق بالقطاعات الجديدة، أنا أشرت إلى بعض القطاعات الهامة والأساسية التي ننوي أن نعمل عليها تماشيا مع مصالحنا. هناك مسألة البنى التحتية، موضوع البنى التحتية الرقمية، ومواضيع أخرى تتعلق بالتحديث، فكذا المجال الطبي الحيوي والاتصالات. هناك مجالات كثيرة نعمل عليها، وأيضا التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعمل في مجالات مشابهة. نريد أن نعزز ونقوي هذه الاتفاقات والمذكرات التي تم التوقيع عليها مؤخرا تظهر ذلك في مجالات استراتيجية مهمة. نحن لدينا أحلام كبيرة، وبعد ذلك فيما يتعلق بخطة ماتي
كمرحلة أولى نحن نركز على الناحية منطقة المتوسط. بالطبع أفريقيا الشمالية تصبح لديها الأولوية، والجزائر بالطبع لديها الأولوية لأنها الشريك الأكثر استقرارا والأكثر استراتيجية، ويمتد شركتها على مدى طويل. هناك بلدان أخرى. رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني زارت الحديقة التي تحمل اسم صديق الثورة الجزائرية الإيطالي إنريكو ماتي بحضرة بالعاصمة، ووقفت عند النصب المخلد لرمز الصداقة الجزائرية الإيطالية. حديقة إنريكي ماتي تم تدشينها خلال زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتيريلا للجزائر شهر نوفمبر 2021. ضيفة الجزائر زارت أيضا قصر رياس البحر بالعاصمة، حيث تلقت شروحات حول الرمزية التاريخية للمكان وما يكتنزه القصر من تراث يعكس الزخم الثقافي للعاصمة، لتوقع بعدها رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية على السجل الذهبي لقصر رياس البحر. هذا وأنهت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني زيارة العمل والصداقة بالجزائر، وكان في توديعها بأرضية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة. إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء أمس مروحية من نوع ME-171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلة بالناحية العسكرية الأولى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية المتكون من العقيد منار مراد، الرائد دحماني موسى محمد، والرقيب المتعاقد شبوع أسامة. بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رسالة تعزية إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، جاء فيها: علمت ببالغ التأثر بحادثة تحطم مروحية عسكرية في منطقة العبادية بولاية عين الدفلة، وأدت إلى استشهاد 3 من أبناء الجيش الوطني الشعبي البواسل، وهم يؤدون مهامهم بشرف وإباء في خدمة الوطن. وأمام هذا المصاب المفجع الأليم، أتوجه إليكم وإلى عائلات الضحايا وكافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد شهداء الواجب الوطني في جنات الخلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. من جهته تقدم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقربائهم، سائلا الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة. كما أمر السيد الفريق أول بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث. في إطار الزيارة الرسمية التي شرع فيها إلى فرنسا بدعوة من السيد الفريق أول تيري بوراخيرد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، ابتداء من أمس خص السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون، حيث سلمه رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية
الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية. الاستقبال حضره إلى جانب الوفد الجزائري السيد سيباستيان لوكورني وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تيري بوراخيرد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. اللقاء كان فرصة للتطرق لعلاقة التعاون العسكري الجزائري الفرنسي وسبل تعزيزها. هذا وقد كان في استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا، كل من العميد إريك بيليتيه المكلف بالعلاقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيش الفرنسي وكذا سفير الجزائر بفرنسا. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أكد أن التنمية المحلية تمثل الدعامة الأساسية للسياسات التنموية في البلاد، مبرزا دور ولات الجمهورية في تجسيدها والتكفل بانشغالات المواطنين. السيد رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص على أن بعض من المواطنين الذين ما زالوا يعانون ممكن في قرى ومداشر في الظروف الصعبة هذه، لازم قلت تتكلم كل ولاة الجمهورية وهم يتكلموا مع المساعدين تاعهم ويتنقلوا ويشوفوا إذا كان هناك ربما البعض من الأبناء اللي ما زالوا يتنقلوا ما تمش النقل تاعهم، والله ما كانش الوجبة الساخنة، ولازم ثاني كذلك نرجعوا له يعني نتكلموا معنا بشوفوا الحرص تاع السيد رئيس الجمهورية كي ياخذ القرار يتابعه، ويريد ان هذا المواطن يعيش العيش الكريم وما بقاش يقعد يتمرمد كما كان في السابق. تحضيرا للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بالجزائر يومي 29 و30 جانفي الجاري تحت شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية، استقبل أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس. في التعاون الجزائري السعودي خلصت الجلسة التحضيرية لموسم الحج 2023 إلى إقرار العديد من التسهيلات التي ستخص المعتمرين والحجاج الجزائريين. إنصاف بخلفة والتفاصيل. قصد خدمة أكبر عدد ممكن من المعتمرين والحجاج الجزائريين، تعمل المملكة العربية السعودية على تسهيل زيارتهم عبر العديد من التدابير. لأجل ذلك أطلقنا مؤخرا مبادرتين هامتين لتخفيض التكلفة على الحجاج والمعتمرين. الأولى فتح المنافسة بين شركات مقدمي الحج، وهذا سوف يساهم في تخفيض التكلفة على الحجاج ويرفع من جودة الخدمات المقدمة أيضا. والثاني تقليل مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% والحجاج بنسبة 73%. كما تم تمديد تأشيرة العمرة واستحداث منصة نسك لتسهيل واختيار خدمات الإقامة والتنقل، إلى جانب إتاحة تأشيرة نسك العمرة لكافة أنواع التأشيرات، كلها جهود تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بمعية الدولة الجزائرية لتذليل الصعوبات التي قد تؤثر على رحلات الحجاج والمعتمرين الجزائريين. لا تقتصر العلاقة بين الجزائر والسعودية في الحج والعمرة فقط، بل تمتد وترتقي إلى تبادل أفواج سياحية، سواء لاستقطاب سواح سعوديين للجزائر أو إرسال سواح جزائريين خارج إطار الحج والعمرة. هناك تسهيلات جديدة، تسهيلات كثيرة يكون تجسيدها إن شاء الله بعد زيارة الوفد التحضيري إلى المملكة العربية السعودية لكي يقفوا على
تفاصيل أخرى. كما عكف ديوان الحج والعمرة على تصميم وتطوير البوابة الجزائرية للحج والعمرة، والتي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الديوان من المواطن. أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني خلال عرضه لمشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد أن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه يندرج ضمن رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة، والذي يقتضي التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات السريعة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. تحت شعار تحديات ومسؤوليات وبمشاركة 14 دولة، نظم المجلس الوطني لعمادة الصيادلة اللقاء الدولي التاسع للصيدلة بالعاصمة. اللقاء شكل فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل أخلاقة مهنة الصيدلية. إثر التقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن والتساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات، تتكاتف الجهود بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي لفتح المسالك والطرق المقطوعة، حيث تم فتح الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. العملية سخرت لها كل الإمكانيات والوسائل بهدف وضع المواطن في أريحية تامة خلال تنقلاته اليومية في مثل هذه الظروف الجوية. في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بالعاصمة، عرض المفتش العام لمصالح الشرطة المراقب العام حاج سعيد أرزقي عرض الحصيلة الوطنية السنوية لمصالح الشرطة العملياتية لسنة 2022، حيث كشف بالأرقام والإحصائيات ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة، وهي مؤشرات إيجابية لعمل أعوان ومصالح الشرطة على المستوى الوطنية. بالنسبة لسنة 2022 القيمة المالية، يعني إذا احتسبنا بالنسبة لهذه الجرائم الاقتصادية والمالية، القيمة المالية لهذه المحجوزات عقارات مركبات عقارات ومنقولات، المبالغ التي حجزت والمسترجعة قدرت بحوالي 1300 مليار سنتيم و9 ملايين أورو. ومن أخبار الحدث الرياضي القاري، شان الجزائر الذي نجح فأبهر، ومن ملعب الانتماء الإفريقي نيلسون مانديلا بالعاصمة كانت الإشادة إيفوارية، حيث حل وفد إيفواري يقوده رئيس الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم للاستفادة من تجربة الجزائر في التنظيم. أنيس مزيان والمزيد. ملعب نيلسون مانديلا بمرافقه الجميلة والمتنوعة نال إعجاب الوفود المشاركة في شان الجزائر، ومع اقتراب النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في دولة الكوت ديفوار، زار وفد يضم رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريس ديالو رفقة الطاقم المكلف بتحضير الهياكل الرياضية بالكوت ديفوار إلى الصرح الرياضي في مدينة براقي، وهذا من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية في تنظيم النسخة 7 من الشان. وكان في الاستقبال رئيس لجنة التنظيم رشيد أوكالي رفقة لجنة الكاف المكلفة بمتابعة الحدث الرياضي. نحن اليوم في زيارة تضم كل اللجان المنظمة، التقينا صباحا من أجل ضبط البرنامج، ومن ثم ستبدأ عملية المعاينة لمختلف الوضعيات والأماكن رفقة اللجنة المنظمة ووفد الكاف. نرحب بالوفد الإيفواري، ونحن كلجنة تنظيم مستعدون للتعلم أكثر وتطوير أنفسنا تحسبا لاحتضان منافسات رياضية أخرى.
الوفد الإيفواري ضم 40 فردا من مختلف اللجان وزاروا نقاطا عديدة من الملعب، كما استمعوا إلى شروحات مفصلة تخص طرق التنظيم والتعامل مع مختلف الوضعيات من عدة جوانب، خطوة من شأنها التأكيد على نجاح الجزائر في استقطاب مختلف الأطراف الرياضية الإفريقية التي أعجبت بطريقة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وفي الرياضة دائما ولحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول عن المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، تأهل أمس منتخب مدغشقر إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه على نظيره السوداني بنتيجة 3 أهداف دون رد. إلى هنا مشاهدي الكرام، نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة بأمان الله.